تم انطلاقة هذا الموسم كما كتشاهدوا الأيام ثلاث أيام اللي غادي تعطينا واحد فرجة ممتعة بالنسبة للمنتخب إن شاء الله بإذن الله. كنتمناو التوفيق للإخوان جميعا كما كتشوفوا استقبالات من جميع الضيوف الكرام. كنحيوكم كنقول لكم مرحبا بكم كما كتشوفوا الفرسان الحمد لله تبارك الله وصل عندي مغربنا جميل بهذه الطقوس العربيه البربريه. وكنحيوا جنود خفاء اللي هما كيسهروا على النجاح هذا الموسم. كنتمنوا من يساهم بالبريدة والنجاح ديال هذا ديال هذا الموسم الجميل موسم معروف. تبارك الله عليك.
فيه انطلاقه ديال الخيانه اللي تبارك الله كيبذلوا واحد المجهود جبار كبير. موسم من اربع مواسم كما كتشاهدوه جميل الحمد لله. المواسم كتختلف على موسم على موسم الحمد لله. كما كتشوفوا غادي يكون استقبال عزيز العامل والضيوف ديالو ان شاء الله باذن الله. حضور السيد العامل عمالة بن رشيد طب عليك كده.